التي فقط التي سرقت مني، ومن أراد أن يرجعها إلي اليوم فكذلك فيشبه ذلك السارق الذي يسرق منك مالك ثم يعيده إليك ويقول لقد مننت عليك بأي شيء. لم يمنن علي أحد بحريتي لأنني إنسان حر. وبهذه المناسبة أقول أيضا أنا إنسان بريء ولست محتاجا لتبرئتي من أي كان، وإن كنت كما يوسف عليه السلام برئ من الذئب فإنه لم يبرئ من إخوانه. إن يوسف عليه السلام برئ من الذئب لكنه لم يبرئ من إخوانه. بهذه المناسبة أيضا دعوني وبكل فخر أحيي الشعب الجزائري برمته. وحينما أقول الشعب الجزائري أتحدث عن الشعب الجزائري في الجزائر والشعب الجزائري في المهجر في الشتات في كل بقاع الأرض. أحيي كل الأحرار، كل الشعب الجزائري، وأحيي هيئة الدفاع، كل هيئة الدفاع وكل دفاع يدافع عن المظلومين في هذه الأرض في هذه القرية الظالم أهلها. أحيي كل هيئة الدفاع، أحيي النشطاء فردا فردا، أحيي الأحرار فردا فردا، أحيي ما تبقى من صحافة حرة ومن صحفيين وإعلاميين أحرار. أحيي كل الذين وقفوا من الذين دافعوا عن عائلات المعتقلين، هذه التنظيمات على اختلافها في كل أرجاء القطر. أحيي هؤلاء جميعا الذين صمدوا مع عائلات المعتقلين ودافعوا عنهم. أحيي أيضا كل الشرفاء سواء كانوا مدنيين أو غير مدنيين، وحتى الشرفاء داخل السجن أحييهم. أحيي الرجال والنساء داخل السجن الذين كانوا شرفاء أيضا وأدوا واجبهم كما ينبغي. نحن أحرار وسنظل أحرار، ولا تهمنا خطط النظام أي كانت، وسنعود بإذن الله في الأيام القادمة لتفاصيل أخرى في قضايا أخرى أهم من سجن بومالة. أنا ما أنا إلا جزيء صغير، أنا قطرة ماء في بحر، أنا جزء من هذا الشعب، والقضية الأكبر هي قضية الشعب، قضية حرية الشعب، قضية بناء دولة القانون والحريات، قضية بناء منظومة العدل، قضية تحرير هذه الأمة من طغيان الاستعمار والاستبداد. إني خادم لهذه الأمة، أبحث عن حريتها، أناضل من أجل حريتها، وسأقضي وسألحق برب العالمين، وأنا حر مدافع عن الحرية. وألقاكم وأرجو أن لا أكون قد نسيت أي كان من الذين يجب أن أشكرهم. أحييكم جميعا، شعبا، هيئة دفاع، إعلام، جمعيات، تنظيمات، وأحيي كل الجزائريين، كل الجزائريين في مختلف بقاع الجزائر. كما أذكر أن في سجون النظام ما زال نشطاء وما زال معتقلون. أذكر بالمعتقلين، من معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك ومن صحفيين من أمثال مراكش والجير وغيره. وأذكر أن جلستنا القادمة مع كريم طابو ومع فرصاو ومع كل معتقلي الرأي. لن نسمح في المستقبل أن يحاكم الإنسان لرأيه، أن يحاكم الإنسان في الجزائر لا لشيء إلا أنه يدافع عن الجزائر. فلتحيا الجزائر وليحيا شعبها، ولتحيا الجزائر الأبدية.